مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. قبل أي حاجة طبعا مبروك لفريق النادي الأهلي، مش بس على الفوز امبارح على طلائع الجيش، كان كمان طبعا على الأداء الجيد وعلى الروح العالية لكل مباراة، من مباراة بتزيد جدا، وكل لعيبة النادي الأهلي بيثبتوا دايما إن هم رجالة بجد وأدائهم بيزيد قوة وتركيز من مباراة لمباراة تانية. طبعا بفوز امبارح 2-0 على طلائع الجيش، النادي الأهلي بيرفع رصيده ل 20 نقطة من 10 ماتشات، فاز في 6، اتعادل في ماتشين وخسر ماتشين، بيحتل بيهم المركز الخامس في ترتيب جدول المسابقة. وكمان على جانب آخر بيعقد مجلس الإدارة دلوقتي اجتماع مهم جدا عشان يناقش بعض الأمور الخاصة بالنادي الأهلي وطبعا بالكرة، واحتمال يشهد النهاردة الاجتماع ده الإعلان عن اسم المدير الفني للفريق إن شاء الله، بعد ما توصل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والبرضو المفوض من قبل إدارة النادي الأهلي بملف الكرة، إن هو وصل لاتفاق مع عدد من المدربين عشان يتولى تدريب الفريق الأول. كمان من ضمن استعدادات النادي الأهلي للمباراة القادمة ومباراة بطل أثيوبيا يوم الجمعة اللي جاي في دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي لعب النهاردة مباراة ودية مع فريق نجوم السادات على ملعب التتش في الجزيرة. عشان نعرف بقى تفاصيل أكتر عن المباراة دي معانا زميلنا شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير عليك يا شريف. الخير عليك شيما وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. عايز أعرف منك تفاصيل اللقاء النهاردة الودي طبعا اللي اتعمل استعدادا للمباراة القادمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة اللي جاي، عايز أعرف منك التشكيل. المباراة دي انتهت 7-0، عايز أعرف مين أحرز الأهداف. يمكن الاهلي فعلا بيستعد للمباراه الافريقيه للمعترك الافريقي يوم الجمعه المقبل، دعواتنا ودعوات كل المصريين وكل الاهلاويه باذن الله تكون البطوله الافريقيه من نصيب النادي الاهلي هذا الموسم. يمكن اللاعبين اللي شاركوا بالامس في مباراه طلائع الجيش كان قبل المباراه الوديه شاركوا في تمرين خفيف اطالات ولفه حوالين الملعب، ويمكن كان في جلسات مع المدرب عادل مصطفى، كابتن عادل مصطفى، مع محارب، مع باسم علي، مع هشام محمد. الاهلي الفتره الاخيره بيعتمد على الجلسات النفسيه مع اللاعبين اذا كان كابتن محمد يوسف او الكابتن سيد عبد الحفيظ لتحفيز اللاعبين للمرحله المقبله. يمكن الاهلي لعب بالفعل مباراه مع نجوم السادات، يمكن تشكيل كان في حراسة المرمى علي لطفي، كان أمامه 2 سردباكات محمد عبد المنعم يمكن ده تحت سنه والجزار، على ناحية اليمين كان باسم علي، ناحية الشمال كان صبر رحيم، كان لبندارين أكرم توفيق وأحمد حمدي، كان أمامهم عمار حمدي ومؤمن زكريا وأحمد حمودي، وفي الهجوم أحمد ياسر ريان. يمكن التغييرات اللي عملها الكابتن محمد يوسف النهارده كانت نزول عمرو جمال، كانت نزول عمرو بركات، كانت نزول محمد فخري الشهيد ببركات، كانت نزول ميسي اللاعب الجديد الفلسطيني محمود يمكن السلمي. خليني اقول لك الاهداف اللي احرز الاهداف في الشوط الاولاني، لاعب احمد حمودي في الدقيقه 18، احمد ياسر ريان في الدقيقه 30، حمودي ايضا في الدقيقه 35، واحمد ياسر في الدقيقه 45. في الشوط الثاني محمد فخري في الدقيقه 66، عمرو جمال في الدقيقه 75، محمد فخري ايضا في الدقيقه 85. يمكن المباراه انتهت 7 اهداف للا شيء، يعني احرز هدفين حمودي، هدفين تانيين احمد ياسر ريان، وعمرو بركات احرز هدف، وميدو جابر هدف، ومحمد فخري هدف. تمام. يمكن خليني اقول لك ان كان في تغيير، ان محمود السلمي ميسي اللاعب الفلسطيني يمكن ابهر كل الموجودين بمهاراته الواضحه جدا بتمريراته السحريه، ويبدو ان هيكون له شان كبير في كره القدم الاهلاويه، لاعب من نوعيه اللعيبه المحبوبه لجماهير للجماهير الحرفانه باين قوي عليه، شكله لعيب كبير. يمكن دي شيء معروف. اللقاء كان الساعه كام؟ ليه؟ اللقاء كان الساعه كام؟ اللقاء كان المفروض الساعة 1 بس بدأ الساعة 2 الا ثلث. واستمر تقريبا لغاية الساعة 3:30. مظبوط. اوكي. طيب عايزة بقى أسألك برضو، مين أكتر اللعيبة اللي تألقوا النهاردة؟ يمكن النتيجة كبيرة طبعا 7-0، لكن أنت قلت لي اللاعب الفلسطيني الجديد هو أكتر واحد يعني أشاد بيه الموجودين أو أبهر الموجودين أو الحاضرين للقاء. تمام. طبعا السلمي ابهر الموجودين، احمد حمودي النهارده كان متالق جدا، مؤمن ايضا كان متالق الى يعني جاله اصابه النهارده في المباراه. يمكن سالت الدكتور قال لي عنده اجهاد في العضله الخلفيه. من النادي الاهلي الفتره الاخيره الاصابات متتاليه، يمكن ضغط المباريات، توالي المباريات للاسف بيؤدي الى اصابات، كل 3 ايام مباراه بيكون النتيجه بتاعتها اصابات نظرا للاجهاد الشديد للاعبين. رامي ربيعه ايضا عنده طبعا
كسر في اصبع اليد وهيغيب للاسف برضه من حوالي شهر. سعد سمير النهارده عمل اشاعه علشان كان عنده اصابه في مباراه امس، يمكن لسه هبان النتيجه بكره، يعني يمكن الاصابات بتتوالى. بس المفرح ان حسام فتحي خلاص قرب يرجع تاني، معلول خلاص بيضع، يمكن قرب الشناوي، قرب اجاييه خلاص بيقرب، يعني يمكن في اصابات، في ناس بترجع وفي ناس للاسف بتتصاب تاني. مؤمن زكريا، مؤمن زكريا عنده جهاز في العضله الخلفيه، في العضلتين الخلفيه، يمكن هيبان بكره الدكتور هيعمل له كشف بكره ويشوف مدى الاجهاد وصل لحد فين. بشكرك جدا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي، طبعا هو قال لنا كل الاخبار وكل الكواليس الخاصه بمباراه النهارده، المباراه الوديه اللي كانت ما بين النادي الاهلي وفريق نجوم السادات، كانت موجوده النهارده او كانت مقامه النهارده الساعه 2 الا تلت على ملعب مختار ابتتش في الجزيره، انتهت بسبع اهداف للا شيء. احرز اهداف اللقاء الودي ده احمد حمودي هدفين، احمد ياسر ريان هدفين، عمرو بركات هدف، ميدو جابر هدف، ومحمد فخري هدف. اللقاء ده كمان شهد تواجد اللاعب الفلسطيني محمود السلمي لأول مرة، طبعا تقدروا النهاردة تتابعوا اللقاء ده، هيوداع إن شاء الله حصريا على قناة النادي الأهلي الساعة 12 صباحا أو الساعة 12 بالليل باللغة اللي احنا نعرفها كلنا. طبعا هنناقش أخبار تانية كتير النهاردة خلال حلقتنا، يكون ضيفنا كمان النهاردة أستاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كورة. ودلوقتي هنبتدي كالعادة بأهم العناوين. اليوم اجتماع هام لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الخطيب. وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين يبحثون أوجه التعاون مع الأهلي. الأهلي يبدأ الاستعداد لرحلة الأدغال ومواجهة بطل أثيوبيا. الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي والجيم الأثيوبي في القاهرة. سيد عبد الحفيظ الأهلي يمر بمرحلة القلب الجامد. اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعيين محامين للجنة تفضي المنازعات. رونالدو يحرض ميسي على ترك برشلونة. نروح معاكم سريعا ونبتدي حلقتنا بأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. الأهرام، أهلي زمان يستعيد هيبته تدريجيا بثنائية مروان، حامل اللقب يفوز على الطلائع في مباراة السهل الممتنع، وأداء البدلاء ضربة يوسف. أخبار الرياضة، مروان أحرز هدفين في دقيقتين وأهدر الثالث، الأهلي الطالع هزم الطلائع. الأخبار، تمريرات شريف الحاسمة تقود الأحمر للفوز والأداء يتحسن تدريجيا. المساء، احترسوا الأهلي يتقدم. المساء، الأهلي طالع بهدفين في الطلائع، قفز للمركز الخامس وأربك حسابات أهل القمة. الأخبار المسائي، الأهلي يواصل الزحف، مروان يقود الشياطين للفوز على الطلائع والفريق يقترب من المربع الذهبي. الجمهورية، الأهلي يبدأ الاستعداد للبطولة الإفريقية، معلول والشناوي ينتظمان في التدريبات والمجلس يحسم المدير الفني. روز اليوسف، الأهلي يبدأ الاستعداد لرحلة الأدغال، المارد يواجه بطل أثيوبيا الجمعة القادمة ويوسف يرفض الراحة. الشروق، الأهلي يستقر على المدير الفني الجديد في اجتماع المجلس اليوم، مصدر الإعلان قد لا يكون بعد الاجتماع والأقرب حسم الملف قبل نهاية الأسبوع الحالي. أخبار الرياضة، جوزي مستشار للخطيب ولن يعود للتدريب. أخبار الرياضة، في رحلة إعادة البناء، شتاء القلعة الحمراء ساخن بصفقات سوبر ولسه. أخبار الرياضة، محمد محمود، من لا يلعب للأهلي لا يعرف طعم النجومية. نروح لتفاصيل أهم الأخبار اللي اتكتبت عن النادي الأهلي في الجرايد. نروح للجمهورية، الجمهورية قالت أن أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي ملف الدوري الممتاز مؤقتا، ونقل تركيزه لبطولة دوري أبطال أفريقيا واللي طبعا هيبدأ فيها النادي الأهلي مشواره في النسخة الاستثنائية الجديدة يوم الجمعة اللي جاية بمواجهة جيم الأثيوبي في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. رفض محمد يوسف وجهازه المعاون أنه
يدي للعيبة راحة سلبية بعد مباراة امبارح قصاد طلائع الجيش واللي أقيمت على استاد السلام، وده استعدادا طبعا لمواجهة الفريق الأثيوبي. كمان بدأ مسؤولين النادي الأهلي في الإعداد لمباراة الإياب واللي هتقام إن شاء الله يا إما يوم 21 عفوا أو 22 من الشهر الجاري، وبينتظر سمير عدلي المدير الإداري للفريق إن هو يتم تحديد ميعاد السفر لأثيوبيا عشان يحدد ميعاد سفره وعشان يقدر يطمن على ترتيبات الإقامة قبل وصول البعثة. ودلوقتي عدلي بيعكد طبعا على إنهاء كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة واستخراج التأشيرات لأثيوبيا. وكمان أجرى كابتن سيد عبد الحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي اتصال هاتفي بالسفارة المصرية في أثيوبيا عشان يطمن على كل الأمور المتعلقة برحلة الفريق المرتقبة لأثيوبيا إن شاء الله. وعلى جانب المصابين أكد الجهاز الطبي اقتراب ميعاد مشاركة الثنائي معلول والشناوي في التمرين الجماعي، وتحدد أسبوع بشكل مبدئي لرجوع الثنائي من جديد للتواجد في التمرين الجماعي مع الفريق. خاض علي معلول والشناوي تدريبات تأهلية قوية خلال الفترة اللي فاتت جوه ملعب مختار التتش وتحسنت حالتهم بشكل كبير. ده كان أهم الكلام اللي اتقال عن النادي الأهلي في الصحافة. دلوقتي تعالوا نشوف أخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين يبحثون أوجه التعاون مع الأهلي. بوابة الأهرام سيد عبد الحفيظ الأهلي يمر بمرحلة القلب الجامد. في الجول عبد الحفيظ رحيل كوليبالي اجتهادات قد يكون له دور أساسي فيما هو قادم. فيتو كوليبالي يعود لتشكيلة الأهلي أمام جمال أثيوبي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي سعد سمير يجري إشاعة للإطمئنان على إصابته. الموقع الرسمي للنادي الأهلي الشناوي يبدأ تدريبات الكرة. البوابة سبورت الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلي وجمال أثيوبي في القاهرة. يلا كورة، الأهلي طلبنا نقل لقاء جمال برج العرب بحضور 30,000 مشجع بعد رفض إقامته بالسلام. الموقع الرسمي للنادي الأهلي شباب الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أنفي. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي تفاصيل أهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في مواقع الإنترنت، ونبتدي بالموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن استقبل المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي والمهندس سامح كامل مدير الإدارة الهندسية وأمير توفيق مدير التسويق النهاردة الصبح وفد من الحكومة الصينية والسفارة الصينية في القاهرة ومجموعة شركات عملاقة في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري الصناعي لبحث سبل التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. طبعا الزيارة دي جت بناء على تكليف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي للتواصل مع عدد من الشركات العالمية العملاقة للتعاون مع النادي الأهلي في مجال المنشآت الرياضية والمشروعات الضخمة واللي بيعكف مجلس إدارة النادي الأهلي على تنفيذها ووضع رؤية وتصور لها خلال المرحلة اللي جاية. تعالوا نشوف معاكم دلوقتي التقرير ده ونعرف أكتر عن زيارة الوفد الصيني للنادي الأهلي. زي ما دايما بنقول ده شرف لأي حد ينتمى للنادي الأهلي. برضو يعني مجلس الإدارة شغالين يعني على قدم وساق زي ما انت شايفين يعني. فمن ضمن الملفات اللي تم تكليف بيها أعضاء مجلس الإدارة الفترة فاتت من كابتن محمود الخطيب الملف العلاقات الخارجية اللي مسؤول عنه المهندس خالد مرتجي والدكتور محمد سراج، والملف ده مقسوم شقين يعني شق استثماري وخاص بالإنشاءات والمشروعات للنادي الأهلي، ودي اللي قائم عليها وبتابعها الدكتور محمد سراج بشكل كويس ودينا شايفين النهاردة من أول النتائج، والشق الثاني الرياضي واللي متابعه المهندس خالد مرتجي. انا عايز اقول لك ان انت تبقى سعيد وفخور قوي ان انت تبقى قاعد في وفد صيني ممثل من شركات صينيه والسفاره الصينيه مرشحه لهم. يعني الراجل هو بيقول احنا سالنا السفاره الصينيه قالت ان مصر دلوقتي دوله يعني اولى الدول الافريقيه وسبقت جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في الاستثمار
وهم جايين النهارده مرحبين جدا جدا. وقال لك احنا اول ما سمعنا كده وشجعنا ان احنا يبقى في استثمارات في مجال الانشاءات والمقاولات بالذات، سمعنا عن النادي الاهلي وعرفنا النادي الاهلي داخل على مشروعات متعدده من ضمنها الانشاء فرع التجمع الخامس، استكمال فرع الشيخ زايد، التطوير اللي بيحصل في النادي الاهلي. فهم جايين مرحبين جدا ويمكن عندهم معلومات عن النادي الاهلي، ودي حاجه تسعدك، تبقى فخور جدا ان انت لما يجي يقول لك مصر النهارده سابق جنوب افريقيا كدوله ممكن تستثمر فيها وتعمل فيها استثماراتك. واحنا جايين اما دورنا في الاستثمار الرياضي دورنا على النادي الاهلي كاسم كبير، اكيد كلنا بنبقى سعداء. يعني الزياره فعلا زي ما انت قلت يعني مهمه، واحنا ده النادي الاهلي، يعني الواحد بيبقى فخور انه بينتمي للنادي الاهلي، لانه دايما لما الواحد بيسافر بيحضر حتى في اي مؤتمرات بره رياضيه او بيبقى في اي محفل يعني عالمي، دايما بيبقى اسم النادي الاهلي قوي والناس عارفاه بشكل كبير، لان هو يعني اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الشرق الاوسط وليه رانكينج عالمي يعني. فالحمد لله يعني الناس، احنا لينا رؤيه كمجلس ان احنا يبقى في تواصل بيننا وبين جهات عالميه وشركات عالميه في مختلف المجالات، سواء يعني مش بس في القطاع الرياضي والألعاب الرياضية، لا برضو في القطاع الإنشاءات وفي المشروعات الكبيرة. فاحنا برضو يعني فاتحين اتصال مع كذا شركة، بنشوف الأفضل إيه للنادي الأهلي كشكل تعاون، والحمد لله الناس طبعا عندهم يعني نوايا كبيرة ان هم يخشوا في مصر. وطبعا لما يخشوا في مصر كقطاع رياضي هو بالنسبة له بالنادي الأهلي هو اكبر خيار وخيار الاول، ده كلامهم يعني، عشان برضو مش كانش يعني كلامي انا لوحدي. فان شاء الله بقى في يعني باذن الله اي نوع من التعاون يعني جيد. هم في تواصل معهم بقالنا شهور، والنهارده جايين بقى على ارض الواقع يشوفوا النادي ويزوروه، يعني ناخدهم جوله الشيخ زايد كمان شويه، وقعدنا معهم استعرضنا بعض الامور يعني في الاجتماعات، ونتمنى ان شاء الله يكون النهاية تكون لصالح النادي. يعني سواء هم مجموعة شركات في النهاية مش شركة واحدة، يعني مجموعة شركات في مجالات مختلفة بس كلها في المجالات المقاولات والتنفيذ والتمويل وخلافه، ومعهم برضو ناس ممثلة من الحكومة الصينية. بشكر النادي الاهلي على حفاوه دعوته لينا هنا في النادي الاهلي، انه يجي يزورنا ويتفرج على النادي. هو عارف النادي الاهلي واحد من الانديه الكبيره في مصر، وليه كمان ناس كتير تعرفه في الصين. بالفعل بيأملوا بالتعاون ده، وهم بالفعل ناقشوا بعض الطلبات اللي النادي الاهلي طلبها بخصوص الملاعب والسنتر سبورت سنتر اللي هيتعمل ان شاء الله. وهم كانوا في زياره للسفاره الصينيه ولقوا دعم كبير من السفاره ليهم للموضوع ده، وده حاجه طمنتهم، وان شاء الله يكون في تعاون في المستقبل ان شاء الله. لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت، وبنوصل لبوابه الاهرام. بوابه الاهرام قالت ان كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم طبعا عن سعادته بالفوز امبارح على طلائع الجيش. طبعا النادي الاهلي بيتعامل بواقعيه خلال الفتره الحاليه، وخاض الفريق 4 مباريات من اجمالي 9 مباريات ضمن المرحله الصعبه اللي طبعا بيمر بيها النادي الاهلي دلوقتي، واللي هيلعب خلالها لقاءين في افريقيا قصاد جيما الاثيوبي في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. قال كمان ان النادي الاهلي بيتعامل مع الفتره الحاليه بواقعيه شديده برغم الصعوبات والاصابات، زي طبعا اصابه سعد سمير اللي اصيب امبارح في اللقاء، حسام عاشور، وليد ازارو، واللي تعرض لاجهاد في العضله الخلفيه. ووصف كمان عبد الحفيظ المرحله الحاليه اللي بيمر بيها النادي الاهلي ان هي دي مرحله القلب الجامد واللي بتحتاج للاصرار عشان نقدر نكتزها. كمان في الجول قالت او نقلت تصريح لكابتن سيد عبد الحفيظ القائم دلوقتي باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي، واللي قال فيه ان الحديث عن رحيل سليف كوليبالي مدافع الفريق مجرد اجتهادات. وقال كمان ان المدافع الدولي المالي ممكن يكون ليه دور كويس جدا ودور اساسي مع الفريق خلال المرحله اللي جايه وفقا للرؤيه الفنيه. كمان فيتو قالت ان اقترب المالي سليف كوليبالي من العوده لتشكيله النادي الاهلي الاساسيه في مباراه جيما الاثيوبي والمقرر ليها ان شاء الله الجمعه اللي جايه في ذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. كمان كوليبالي غاب عن مباراه طلائع الجيش امبارح بسبب اصابته، والاصابه دي كانت في انقل القدم، وكوليبالي رزق خلال الساعات الاخيره بمولود جديد، وبينتظر طبعا ان يعود اللاعب للحسابات الفنيه على حساب سعد سمير، واللي تعرض للاصابه
إصابة في العضلة الخلفية امبارح في لقاء طلائع الجيش. ألف مبروك على المولود الجديد. كمان الموقع الرسمي للنادي الأهلي قال إن سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بيجري اليوم إشاعة لتحديد مدة غيابه عن التدريبات الجماعية. سعد سمير خرج من مباراة امبارح قصاد طلائع الجيش بعد إصابته في العضلة الخلفية واللي حرمته من استكمال المباراة. كمان الموقع الرسمي للأهلي قال إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بدأ النهاردة الدور في تدريبات الكورة تحت قيادة طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وكان الشناوي خاض برنامج تأهيلي طول الأيام اللي فاتت عشان يقدر يتعافى من الإصابة في العضلة الضمة واللي تعرض ليها في مباراة الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال. وخاض الشناوي تدريبات تدريجية بالكورة في إطار تجهيزه للمرحلة اللي جاية. كمان البوابة سبورت قالت ان رفضت الجهات الامنية اقامة مباراة الاهلي اللي جاية قصاد جمال اثيوبي في القاهرة بسبب تمسك النادي الاحمر باقامة اللقاء بحضور الجماهير. تلقى اتحاد الكرة المصري رفض من الجهات الامنية برفض اقامة اللقاء في القاهرة سواء على استاد القاهرة او حتى على استاد السلام عشان استاد برج العرب طبعا يكون هو الاقرب لاستضافة اللقاء ويستضيف النادي الاهلي وجمال اثيوبي. ان شاء الله اللقاء ده زي ما قلت لكم يوم الجمعه المقبله في افتتاح مشوار بطوله دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي. كمان يلا كوره قالت ان اكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ان النادي الاهلي طلب نقل مباراه الفريق قصاد جمال اثيوبي في دوري ابطال افريقيا لملعب برج العرب في اسكندريه بحضور 30,000 مشجع. يستعد النادي الاهلي ان هو يستضيف جمال اثيوبي يوم الجمعه في دور او في ذهاب دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا. قال مدير النادي الاهلي ان الامن رفض اقامه مباراه جمال اثيوبي في ملعب السلام بسبب وجود اصلاحات في محيط الملعب، وقال كمان ان الجهاز الفني طلب ان المباراه دي تقام في ملعب برج العرب، وبعتنا لاتحاد الكوره خطاب بشان طلب النادي الاهلي ان المباراه تتلعب في برج العرب وتكون بحضور 30,000 مشجع. وقال كمان بنطالب جماهير النادي الاهلي ان هم يلتزموا بالسلوك في تشجيع الفريق. وكمان قال ان النادي الاهلي دلوقتي بقى هو المتحمل لمسؤوليه الجماهير وعندنا ثقه عمياء في وعي الجماهير خلال المرحله اللي جايه. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان فريق الشباب لكره القدم في النادي الاهلي مواليد 97 استأنف تدريباته النهارده الاثنين بعد ما حصل على راحه امبارح الحد، طبعا بعد الراحه دي اللي كان اداها لهم كابتن عادل عبد الرحمن من التدريبات امبارح. ده جه بعد فوز اول امبارح على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف ضمن الجوله الثانيه او ال 12 عفوا من دوري الجمهوريه للشباب. هيبدا شباب النادي الاهلي من النهارده الاستعداد للمباراه اللي جايه واللي هتكون ان شاء الله قصاد فريق امبي على ملعبه يوم السبت اللي جاي ضمن الجوله الثالثه او ال 13 من الموسم. وبيتربع طبعا فريق 97 في النادي الاهلي بقياده مدربه عادل عبد الرحمن على صداره الترتيب برصيد 34 نقطه بعد ما فاز في 11 مباراة وتعادل في مباراة واحدة بس. نطلع دلوقتي لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا. خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. بنوصل دلوقتي معاكم لاهم الاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه واخر اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكره يطالب الانديه بتعيين محامين للجنه فض المنازعات. الشروق بطوله افريقيا للكره الشاطئيه تتسبب في تاجيل اجتماع اتحاد الكره. الوطن سبورت عبد الفتاح جلب حكام أجانب حق أصيل لاتحاد الكرة وشرطين أساسيين قبل الموافقة. بوابة أخبار اليوم عامر حسين الأندية رفضت دوري المجموعتين. بوابة الفجر الاتحاد السكندري ضاعف مكافآت لاعبي بعد الفوز على سموحة. البوابة سبورت 6 ذهبيات و3 برونزيات جديدة لمصر في البطولة العربية لرفع الأثقال. صدى البلد بلاتش ريبورت يحتفل بذكرى هدف محمد صلاح المتوج بجائزة بوشكش. مبتدأ عبيدي بيلي يرشح 4 منتخبات للنهائي الأفريقي.
سوبر كورة الكاف يكشف موعد الإعلان عن البلد المستضيف لأمم أفريقيا 2019. بوابة فيتو الترجي التونسي يرفض إقامة السوبر الأفريقي في قطر ويتمسك برادس. كورة رونالدو يحرض ميسي على ترك برشلونة. المصري اليوم أرسنال يحدد 25 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن وزيل. 1-3 أرين روبن يحدد موعد اعتزاله. سبورت 360 لاعب ريفر بلايت عن اقتراب انتقاله للريال أنهادي. بوابة الأهرام قائد ريفر بلايت كتبنا صفحة في التاريخ. يور سبورت عربية ميلان يتلقى صفعة مدوية بشأن التعاقد مع إبراهيموفيتش. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار، وهنبتدي بالأخبار المحلية من اليوم السابع اللي قالت إن كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة كشف إن هو هيتم تشكيل لجنة فض للمنازعات خلال الفترة اللي جاية، خصوصا إن الاتحاد الدولي الفيفا بيهتم بالموضوع ده جدا وبدأ إن هو فعلا ينفذه في أكتر من دولة، وأكد إنه هيطالب الأندية بتعيين محامي ممثل عنهم في اللجنة وإجراء انتخاب أو اختيار على أن يتم اختيار قاضيين ليكون رئيس ونائب للجنة. قال كمان عبد الغني إن دور اللجنة هيكون في نظر الدعاوى المقدمة من اللاعبين ضد الأندية والعكس كمان، والبت فيها بأسرع وقت، خصوصا إن في بنود هيتم وضعها في لائحة شؤون اللاعبين، وستحدث طبعا عدة أزمات في حالة عدم التزام الأندية بها، ومنها حصول اللاعب على مستحقاته كاملة في حالة الاستغناء عنه من قبل النادي، وكمان حق اللاعب إن هو يرحل في حالة عدم المشاركة في 10 مباريات، ودي حاجة غريبة جدا. يعني الموضوع الأول طبعا اللاعب لو النادي مشاه ياخد عقده كامل ده fair enough، لكن فكرة ان اي لاعب دلوقتي مش هلعب 10 ماتشات طب انا ماشي كده خلاص انا فسخت عقدي مني لنفسي، ده اكيد موضوع غريب جدا واكيد ليه تفاصيل اخرى. يعني كمان شروق قالت ان مجلس ادارة اتحاد الكرة اعلن تأجيل اجتماعه النهاردة الاثنين، واللي كان هيتم عشان يتم فيه مناقشة عدد من الامور المطروحة لحين تحديد ميعاد اخر، وتم تأجيل الاجتماع. اتحاد الكرة ده طبعا اتأجل بسبب تواجده الثلاثي خالد لطيف ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة في شرم الشيخ عشان يحضروا منافسات كاس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية والمؤهلة لكاس العالم. كمان أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيتواجد دلوقتي في شرم الشيخ عشان يحضر فعاليات بطولة كاس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية. كمان الوطن سبورت قال إن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد إن جلب أطقم حكام أجنبية لإدارة مباريات في الدوري المصري ممتاز هو حق أصيل لمجلس إدارة اتحاد الكرة. وقال كمان عبد الفتاح في تصريحات إذاعية إنه ممكن إن هو يجيب طاقم تحكيم من دولة عربية شقيقة أو طاقم تحكيم من أوروبا، لكن بشرط إنه النادي يبعت فاكس أو يبعت خطاب طبعا برغبته في تواجد طاقم غير مصري، وده طبعا خطاب هيتم توجيهه لاتحاد الكرة قبل المباراة على الأقل ب10 أيام، ومرفق مع الخطاب ده $15,000، ودي القيمة المحددة لجلب طاقم حكام غير مصري. وشدد كمان رئيس لجنة الحكام انه لو لم يلتزم النادي الراغب في تواجد طاقم تحكيم أجنبي بالشروط اللي هو قالها دي قبل كده قبليها ب10 أيام ومعهم $15,000 لن يتم الاستجابة لطلبه. وقال كمان أن اتحاد الكرة المصري بيقف على مسافة واحدة مع كل الأندية وبتحاول لجنة التحكيم أن هي تصلح الأخطاء أول بأول. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أكد أن هو عقد اجتماع في بداية الموسم مع مندوبين أندية الدوري المصري الممتاز وشرح ليهم كل الظروف المحيطة بالمسابقة في هذا الموسم. وقال عامر حسين في تصريحات تلفزيونية هذا الموسم استثنائي بالنسبة للاتحاد الأفريقي ونحن تابعون لهم. وكمان أوضح رئيس لجنة المسابقات أن هذا الموسم مزدحم للغاية، 5 مباريات في الأجندة الدولية للمنتخب المصري فضلا عن مشاركة الأندية المصرية في البطولات المختلفة زي البطولة العربية والكونفدرالية الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا. وقال كمان الأهلي سوف يصل لخوض 65 مباراة في هذا الموسم فضلا عن مباريات باقي الأندية في البطولات المختلفة ومشاركات المنتخب في موسم واحد مزدحم طبعا للغاية. وكمان أكد
عامر حسين في بداية الموسم ان هو حط اكتر من تصور لمسابقة الدوري العام، واقترح خوض دوري من مجموعتين عشان يخفف الضغط، ولكن رفضت الاندية، اختاروا ان هم يخوضوا المسابقة بمجموعة واحدة كالمعتاد. كمان بوابة الفجر قالت ان مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي قرر ان هو يضاعف قيمة مكافأة لعيبة الفريق للعبور من سموحة في مسابقة الكاس مصر، وجي قرار مجلس ادارة الاتحاد السكندري رغبة تحث اللاعبين على تحقيق الفوز في مواجهة سموحة اللي جاية في الدوري المصري الممتاز ومواصلة الانتصارات وتقديم مستوى جيد في مختلف المنافسات. الاتحاد السكندري قدر ان هو يعبر دور الستاشر بمسابقة كاس مصر على حساب سموحة بركلات الترجيح بعد أيام من عبور الزمالك بنفس الدور من كاس زايد للأندية الأبطال. كمان البوابة سبورت قالت ان ندى مسعد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الاثقال حصلت على 3 ذهبيات في منافسات وزن 49 كيلو تحت 20 سنة في البطولة العربية اللي بتستضيفها مصر. كان عبد الرحمن علي لاعب المنتخب الوطني لرفع الاثقال نجح في الحصول على 3 ذهبيات برضه في منافسات وزن 55 كيلو تحت 17 سنة في البطولة العربية. اما على صعيد نفس الوزن في منافسات 20 سنة حصل محمود شكري على 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع، بينما كمان حصل حلمي عبد الباري على 3 فضيات في وزن 49 كيلو وعبد الرحمن وحيد على 3 ذهبيات. وكمان منار السيد لعبة المنتخب الوطني رفع الأثقال نجحت ان هي برضو تحصل على 3 ذهبيات بواقع واحدة في الخطف واخرى في الكلين والثالثة في المجموع بوزن 40 كيلو. اما على صعيد وزن 45 كيلو حصلت سماحة عبدين على 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع، كمان حصلت ميار طنطاوي على برونزية الخطف وفضية أو فضيتين في الكلين والمجموع في نفس الوزن. كمان موقع صدى البلد أو اتكلم ونقل عن موقع بلاتشر ريبورت العالمي اللي احتفل بهدف الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في مرمى أفرتون في الموسم اللي فات ضمن منافسات الجولة 16 في الدوري الإنجليزي، والمتوج بجائزة بوشكش لأفضل هدف في 2018 من الاتحاد الدولي لكرة القدم. قال الموقع عبر حسابه الرسمي على تويتر: قبل عام في مثل هذا اليوم سجل محمد صلاح هدفه اللي تفوق به على هدف كريستيانو رونالدو وجاريث بيل بجائزة بوشكش. كمان محمد صلاح حقق العديد من الجوائز الفردية في الموسم اللي فات مع ليفربول، وكان أبرزهم جائزة هداف البريمير ليج وأفضل لاعب في إنجلترا. وبيتقاسم محمد صلاح صدارة قائمة هدافين الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي مع الجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي برصيد 10 أهداف لكل لاعب. كمان مبتدأ قالت أن عبيدي بيلي أسطورة الكورة الغنية كشف عن الفرق الأوفر أو الفرق الأوفر حظا في الفوز بالبطولة الأفريقية 2019. قال بيلي في التصريحات لصحيفة الاتحاد الإماراتية أن منتخب السنغال هو المرشح الأول للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية في 2019. بتمتلك منتخب طبعا البلد مدرب عبقري وفريق متكامل عنده كل المقومات اللي بتمنحه فرصة التتويج باللقب. وقال كمان أن منتخب مصر والمغرب وغانا يقدروا هم كمان يذهبوا بعيدا في البطولة. كمان سوبر كورة قالت ان رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف احمد احمد اكد اليوم الاثنين في تصريحات لوكالة فرانس بريس ان اسم الدولة المضيفة لبطولة كاس الامم الافريقية 2019 سيعلن في 9 يناير المقبل. قال كمان احمد احمد انه بعد انتهاء مهلة الترشح في 14 ديسمبر هيتم انجاز الامور في 25 ديسمبر للخروج بليحة مصغرة من المرشحين مع التقييم والتفنيط الواضح، وستجتمع اللجنة التنفيذية في 9 يناير في السنغال وهيتم الإعلان عن القرار. الاتحاد الأفريقي أعلن في أواخر نوفمبر سحب تنظيم البطولة من المضيفة الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنية التحتية ومنشآت الملاعب والقلق من الوضع الأمني، وده قبل 7 أشهر من البطولة المقررة إن شاء الله في يونيو ويوليو اللي جاي. كمان بوابة فيتو قالت ان نادي الترجي التونسي اعلن رفضه
خوض مواجهة السوبر الأفريقي قصاد الرجاء البيضاوي المغربي خارج استاد رادس في تونس بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رغبته في إقامة المباراة في قطر. أصدر الترجي بيان تمسك فيه بإقامة اللقاء في تونس بعد ما تم تناول الإعلام التونسي لتقارير بتفيد برغبة الكاف في نقل اللقاء وإقامته في العاصمة القطرية في الدوحة. وقال بيؤكد الترجي أنه لم يصدر أو يصدر من مسؤولي أي تصريح بشأن إقامة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، وبالمناسبة لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الموضوع، مع التوضيح بأن الترجي متمسك باحتضان السوبر الأفريقي في ملعب رادس. كمان موقع كورة قال أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم اليوفنتوس الإيطالي خرج للحديث في أول حوار لي مع الصحافة الإيطالية ساعة ما انضم للسيدة العجوز خلال الصيف الماضي قادم من ريال مدريد الأسباني. وفي حواره مع صحيفة لجازيتا ديلو سبورت قال كريستيانو رونالدو: يمكنني القول أن هذه أفضل مجموعة لعبت معها على الإطلاق. وكمان قال كريستيانو رونالدو: التواضع يسيطر على الجميع في يوفنتوس، جميع اللاعبين يريدون الفوز، اليوفي أكثر من مجرد فريق. وقال كمان دان: أشعر بافتقاد ليونيل ميسي، لقد لعبت في إنجلترا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال بينما هو لا يزال في أسبانيا، ربما هو يحتاج لي أكثر. وقال كمان كريستيانو رونالدو: بالنسبة للحياة في إيطاليا عبارة عن مجموعة تحديات، أتمنى أن يجي ليونيل ميسي لإيطاليا، البرغوث لاعب رائع وجيد. كمان المصري اليوم قال أن صحيفة الديلي ميل الإنجليزية أكدت أن نادي أرسنال الإنجليزي حدد ثمن اللاعب الألماني مسعود أوزيل بعد قرب رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقالت الصحيفة أن الأرسنال عايز يبيع أوزيل مقابل 25 مليون جنيه استرليني لأي نادي عنده رغبة في الشراء، وده على خلفية أزمته مع المدرب الأسباني أوناي أمري بسبب ابتعاده عن تشكيلة الجانرز خلال المباريات اللي فاتت. وقالت كمان التقارير أن الأرسنال ممكن يوافق على بيع أوزيل بمبلغ منخفض مقابل التخلص من الأجر المرتفع اللي بيحصل عليه صانع ألعاب الأرسنال. كمان وان تري قالت ان لاعب بايرن ميونخ الالماني ارين روبن قال انه لا يستبعد اعتزال كره القدم مع نهايه مشواره مع الفريق البافاري في نهايه الموسم الجاري. وقال كمان روبن البالغ من العمر 34 عام في تصريحات نشرتها مجله كيكر النهارده يوم الاثنين: ربما اخرج بالشكل كلي. واعلن روبن مؤخرا ان الموسم الجاري هيكون الاخير ليه مع بايرن ميونخ الالماني لتكون نهايه مشوار دام لعشرة اعوام للاعب الهولندي ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني حامل لقب الدوري الألماني أو البوند ليجا. كمان قال روبن: بالطبع هذا الأمر يشكل خطوة كبيرة ولا يمكن اتخاذ قرار كهذا في يوم واحد، فكرت بهذا الشأن لوقت طويل وبشكل جاد، لكنني الآن سعيد للغاية باتخاذ هذا القرار والإعلان عنه. وقال كمان: مستقبله هيتوقف على الخيارات اللي هتكون متاحة أمامه في نهاية الموسم. واختتم كمان كلامه وتصريحاته وقال: إذا وصلني عرض أقنعني بنسبة 100% وشعرت بالرغبة في قبوله سأواصل اللعب، وإن لم يصل عرض مثالي بالنسبة لي قد تكون النهاية. كمان موقع سبورت 360 قال ان ازاكو لاعب فريق ريفر بليت الارجنتيني اكد بانه هادي بشان المفاوضات حول امكانيه انتقاله للعبه في صفوف ريال مدريد الاسباني. وقال كمان انه حاليا عايز يستمتع بالفوز بلقب كاس الليبرتادوريس مع عيلته ومع الجماهير، وتوج مساء امس فريق ريفر بليت بلقب كاس الليبرتادوريس بعد فوزه على جاره وغريمه التقليدي بوكا جونيورز في لقاء الاياب بثلاث أهداف مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف. ونجح أزاكو ابن 20 عام من حجز مكان أساسي مع فريق ريفر بليت، وده طبعا اللي خلق إدارة نادي ريال مدريد عندها رغبة في التعاقد معاه. وقالت الصحف الأسبانية في الأيام اللي فاتت أن ريال مدريد قد اتفق على كل شيء ولكن كان ينتظر انتهاء مباراة نهائي ليبرتادوريس، ومن المقرر أن هو يعود المرنجي للمفاوضات مرة أخرى وتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.
كمان بوابة الأهرام قالت أن قائد فريق ريفر بلايت الأرجنتيني ليوناردو قال بعد فوز فريقه امبارح بكأس الليبرتادورس على حساب بوكا جونيورز: هذا الفوز يعكس ماهية الفريق. وقال كمان: كتبنا صفحة في التاريخ تعكس ما نحن عليه كفريق. كما أوضح اللاعب البالغ من العمر 37 عام: لا يمكنني أن أطلب أكثر بعد أن فزت بهذا الكأس في الوقت الذي أعرف فيها عن أسفه إزاء عدم إقامة المباراة على ملعب المونيمنتال معقل ريفر بليت بسبب طبعا أحداث الشغب واللي أدت لتأجيل اللقاء وإقامته في النهاية خارج الأراضي الأرجنتينية. وأكد الكثير من مشجعي الفريقين على السواء لم يتمكنوا من الاستمتاع بهذا النهائي، لكن يجب أن نكون مدركين للواقع وأن مجتمعنا سيء السلوك. كمان يورو سبورت قالت أن المدير الرياضي لميلان الإيطالي ليوناردو أكد أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بقى بعيد عن الانتقال للفريق، والاتجاه السائد هو بقائه في لوس أنجلوس جالكسي الأمريكي لحد نهاية الموسم. وكمان قال ليوناردو في تصريحات لقناة النادي الرسمية: كانت لتصبح قصة رائعة لأنه كان ليعطي الثقة للفريق. لن أنكر أن كلا الطرفين فكر في الأمر، ليس من الممكن أو من جهة أخرى رفض جوفان كيرفيسكي مدرب فريق لوس أنجلوس جالكسي أنه هو يسيب إبراهيموفيتش وينتقل لميلان. وأكد أن أحد أهم اللاعبين دلوقتي في الفريق هو أكيد إبراهيموفيتش، برغم أنه هو فضل له عام واحد بس عشان ينتهي عقده. مشاهدينا، معنا دلوقتي مع فاصل سريع، نرجع نكمل معاكم فقرتنا في كلام في الميديا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي لمعادنا مع الجولة في السوشيال ميديا. هنبتدي بمحمد الضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي احتفل بعيد ميلاد المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة النهاردة، ونشر صورة ليه على صفحته على الفيسبوك وكتب: كل سنة وانت طيب يا خالد، وعقبال 100 سنة وان شاء الله تبقى سنة حلوة عليك. كمان نشر محمد الجرحي عضو مجلس الإدارة صور لي مع المهندس خالد مرتجي على الفيسبوك وكتب: صديق وأخ أكبر، صاحب شخصية راقية يجمعنا حب النادي الأهلي، كل عام وأنت بخير يا باشمهندس خالد، وعقبال مليون سنة نجاحات ودايما في صحة وسعادة ورضا وراحة بال. كمان نشر محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صورة لي مع المهندس خالد مرتجي على الفيسبوك وكتب: الأهلاوي الأصيل وأخويا الكبير الغالي، مهما قلت مش هعرف أوفيك حقك في حاجات كثير من الحاجات اللي بتساعدني وبتريحني لما بنشتغل مع بعض في أي ملف. كمان طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي كتب على تويتر: بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش امبارح الحمد لله، إن شاء الله القادم أفضل للنادي الأهلي. كمان نشر عمرو السولية لاعب الأهلي صورة لي من المباراة على تويتر وكتب 3 نقاط مهمين. كمان محمد هاني نشر صورة لي بعد المباراة على انستغرام وعلق: الأفضل لم يأتي بعد. كمان نشر أيمن أشرف صورة لي على صفحته على تويتر بعد المباراة، ونشرت صفحة الفيفا على تويتر امبارح صورة ل واحدة من مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وكتبت: 3 أيام لكأس العالم للأندية في الإمارات، هل تعلم أصحاب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في البطولة؟ هم 3 لاعبين من النادي الأهلي المصري: محمد أبو تريكة، وائل جمعة، حسام عاشور، رصيد كل منهم 11 مباراة في كأس العالم للأندية. عالميا نشر عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر صور على الانستغرام من مباراة فريقه مع الراس امبارح في الدوري اليوناني واللي انتهت بفوز باوك 2-1 وكتب 3 نقاط رائعين. كمان علقت صفحة في الجول على تويتر على هزيمة بوكا جونيورز امام ريفر بلايت في نهائي كوبا ليبرتادورس وكتبت: بوكا جونيورز لم يستطع تقليص الفارق مع ريال مدريد والاهلي في اكثر فوز في البطولات الخارجية، ريال مدريد 26، الأهلي 20، بوكا جونيورز 18، ميلان 18، اندبندنتي 18. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ريفر بلايت الأرجنتيني على تويتر صورة من أو صورة بس علقت عليها كمان وقالت إن ريفر بلايت هو بطل كوب ليبرتادورس. نشر كمان ايكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي صورة لفريق ريفر بلايت بعد استلامهم للكاس وكتب: وعلينا
ايضا ان نهان ريفر بلايت بطل كوبا ليبرتادوريس للمره الرابعه، مبروك. كمان نشر خيمس رودريجيز لاعب بايرن ميونخ الالماني صوره لي على تويتر اثناء حضور مباراه بوكا جونيورز وريفر بلايت، وكتب بوكا وريفر بلايت في البرنابيو. كمان نشر الارجنتيني باولو ديبالا صوره من مدرجات البرنابيو وعلق وقال بوكا وريفر بلايت السوبر كلاسيكو. دايلي علي لاعب توتنهام كمان نشر صوره على الانستغرام لهدفه رقم 50 مع الفريق اللي احرزه في مرمى ليستر سيتي، وكتب الهدف رقم 50 مع سبيرز. كمان البولندي ليفاندوفسكي نشر صوره على الانستغرام وكتب لكي تفوز عليك ان تقاتل من اجل الانتصار حتى النهايه. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نستقبل ضيفنا النهارده استاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، منورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره. مساء الخير عليكم، منورنا اكيد في كلام في الميديا في قناه النادي الاهلي. مساء الخير، الشرف ليا. طيب عايزين النهارده نتكلم عن حاجات كتير قوي، اكيد هنتكلم طبعا عن لقاء امبارح وسط طلائع الجيش اللي فاز في النادي الاهلي 2-0، وهنتكلم برضو عن الاجتماع الحالي المقام دلوقتي في النادي الاهلي اجتماع مجلس الاداره اللي في احتماليه كبيره ان احنا بعدين ان شاء الله نسمع اسم المدير الفني للنادي الاهلي. وارد جدا طبعا النهارده اجتماع كل جماهير الاهلي مستنياه، بالتاكيد في قرارات كتيره تخص فريق كره القدم على راسها طبعا المدير الفني الجديد للاهلي اللي يقال انه هيبقى في الغالب مدير فني اجنبي. طيب احنا سمعنا اجتهادات كتير قوي، جنسيات كتيره قوي، برازيلي لا، لاتيني لا، امريكي لا، جاي اوروبي، الماني، صحيح. وصلنا النهارده يعني الانجليزي دي اخر حاجه احنا سمعناها من الاجتهادات اللي بتتقال على مواقع التواصل الاجتماعي. بص هي ما اعتبرهاش اجتهادات على قد ما هي وكلاء اللاعبين بيعرضوا طول الوقت مديرين فنيين على مجلس اداره النادي الاهلي، ومجلس اداره النادي الاهلي بيفكر اكيد في كل الاسماء المطروحه وبيدرس كل الاسماء المطروحه. كل اسم بيطرح هو بيذاع على الاعلام، بيسرب للاعلام ربما من وكلاء اللاعبين او من ناس موجوده جوه النادي الاهلي، ولكن كلها كانت اسماء صحيحه، هي اسماء بالفعل معروضه على النادي الاهلي، لكن قرار النادي الاهلي انا اكد لك ان لحد دلوقتي ما حدش يعرفه غير مسؤولي النادي الاهلي، ما حدش يعرف مين المدرب القادم. هل تعتقد انه تم فعلا حسم الاسم اللي هيكون طبعا خليفه لباتريس كارتيرون في المرحله اللي جايه كمدير فني اجنبي، ولا لسه لم يتم حسم هذا الاسم؟ اطلاقا لم يتم حسمه، زي ما بقول لك انه حتى الان مجلس اداره النادي الاهلي اللي احنا كلنا مستنيينه واحنا قاعدين دلوقتي مستنيينه وكل جماهير النادي الاهلي مستنياه، هو اللي هيعلن فيه اليوم المدير الفني للنادي الاهلي، ربما يعلن اليوم طبعا ما فيش تاكيدات على انه يعلن النهارده، ولكن المعروف انه في قرارات تخص فريق كره القدم النهارده ولجانه او اعضاء الناس اللي شغاله فيه. نشوف مين اللي موجود النهارده مدير فني اجنبي ولا مدير فني مصري، كابتن محمد يوسف يكمل ولا ما يكملش. هل تتوقع ان في احتماليه ان كابتن محمد يوسف هو اللي يكمل؟ في حاله ان هو فضل مكمل على النتائج الكويسه الايجابيه اللي احنا شايفين يمكن اخر ماتشين للنادي الاهلي، فاحنا طبعا حققنا فيهم الفوز الحمد لله، فلو افترضنا ان المباراه القادمه الماتش في الثاني في الثالث شفنا فيها نتائج ايجابيه واداء كويس. انا شخصيا من الناس اللي تحترم الكابتن محمد يوسف قبل كده، واخد دوري الابطال كمان مع الاهلي في فتره كانت في بعد الكابتن حسام البدري، انا اظن الكابتن يوسف كفء لهذه المرحله، ولكن لا اظن ان مجلس اداره النادي الاهلي ده قراره، مجلس اداره النادي الاهلي حاطط في اعتباراته مدير فني اجنبي يكمل مع الاهلي فتره اطول ما يكونش في فتره مؤقته، وده برضو جميل الاهلي اللي عايزاه، مش عايزين مدرب صحيح. مؤقت وعايزين مدير فني يكمل لسنه وسنتين وينشئ، يعني لو نجح ان شاء الله يكمل اكتر. طيب خليني اسالك عن المدير الفني والاسامي اللي تم طرحها على وسائل السوشيال ميديا، سواء كانت اجتهادات او معلومات من مصادر او فعلا كان في سير ذاتيه للمدربين دول على يعني ايه طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي. فلو سألتك عن أكتر اسم شدك أو شايف أنه هو ده الأكتر يعني الشخص الأكتر أنه هو مناسب للنادي الأهلي، ده الأفضل للنادي الأهلي، تقول لي مين؟
بصي مش هخدعك واقول لك ان في اسم من الاسماء اللي طرحت لفت نظري، يعني ستيف بروس النهارده رغم ان هو اسم كبير في انجلترا وهو واحد من اساطير او اللعيبه الكبيره في تاريخ مانشستر يونايتد واحد من المدربين المهمين في الدوري الانجليزي، ولكن عمره ما كان مدرب بطوله، والاهلي محتاج نوعيه مدربين بطوله. يعني ستيف بروس بالنسبه لي شبه مارتن يول شويه، هو مدرب كفء وليه اسمه عالميا ولكن مش مدرب بيفكر في البطوله جدا. مانويل جوزيه اسم طرح انه يبقى مدير فني للمرحله الرابعه في النادي الاهلي، بس الحقيقه ان مانويل جوزيه اعلن فعلا اعتذاره التدريب من سنوات وقال انا مستعد ان انا اكون مستشار فني في النادي. هم بعد ما طرح مانويل جوزيه قال انه ياخد تجربه يوب هانكس في بايرن ميونخ لما جه فتره مؤقته لنهايه الموسم رغم انه كان اعتزل التدريب، فقالوا مانويل جوزيه ممكن يعمل نفس الامر ده مع الاهلي، وانا شايف انه مانويل جوزيه لو جه مدير فني هيبقى اختيار مش صائب، رغم ان مانويل جوزيه هو اهم مدير فني جه في تاريخ مصر النادي مش الاهلي بس صحيح. ولكن هو في مرحله حاليه مانويل جوزيه محتاج كواليتي معين من اللاعبين وعناصر معينه، محتاجه سنه او سنتين كمان الاهلي يقدر يدعم بيهم الفريق. صحيح الكواليتي بتاع اللعيبه الموجوده اغلبهم هو كواليتي محترم وكويس، ولكن محتاج نوعيه كتير من اللعيبه. جوزيه مش هيقبل انه يجي بفتره مؤقته، فانا اخاف على مانويل جوزيه وعلى تاريخه انه يحصل له مشكله مع جماهير النادي الاهلي في الفتره الحاليه. يمكن مانويل جوزيه ممكن يجي مع بدايه موسم ده لو هو حب يرجع من اعتزال، ولكن حاليا لا، هيبقى صعب مانويل جوزيه طبعا. طيب لا، اي مدير فني اجنبي هيجي دلوقتي هيتولى قياده النادي الاهلي في نص الموسم، هل ده هيكون صعب ولا هيكون سهل بالنسبه له؟ لو سالتني رايي انا شايف انه مانويل او سوري شايف المدرب الاجنبي فترته مش دلوقتي. انا مع الناس اللي شايفه المدرب المصري في فتره مؤقته، ودي بالك احنا في موسم ملخبط شويه، انت في وسط الدوري صحيح. والدوري برضه فيه بعض الصعوبات، دوري ابطال افريقيا دخل عليك خلاص، دخلنا خلاص دوري ابطال هنبدا اهو خلاص كام يوم، فالامر انت جايبه مدرب اجنبي. اي مدرب اجنبي بما انه هيجي لاول مره في مصر هيجي يقول لك انا محتاج فتره، محتاج اتعرف على اللعيبه، واصلا اي مدرب اجنبي في العالم بيبقى محتاج في مرحله اعداد ويشوف كل اللعيبه ويشتغل عليهم. فانت بتتكلمي دلوقتي مدرب اجنبي هو ريسكي طبعا، يعني في فيها مرحله خطوره، لكن قرار لاداره النادي الاهلي محتاجين يشوفوا مين المدربين اللي بيقدروا يشتغلوا في الفترات الصعبه دي. صحيح. نوعيه معينه. تعتقد ان مثلا وجود المدرب الاجنبي في الفتره اللي هي ما بين توقف الدور الاول والثاني هتكون افضل؟ ولا طبعا بسبب ان برضه ماتشات افريقيه فما فيش وقت للاسف الاهلي دايما بيلعب ماتشات وترابط في المواسم بشكل كبير جدا، سواء بطولات محليه وبطولات افريقيه، تحديدا بطولات افريقيا بما انه تغير ميعادها الموسم ده بشكل استثنائي، فانت عندك تلاحم مش طبيعي في البطولات. انا اظن ان انت محتاجه رايي مدير فني ممكن يكون مصري كفء اهلاوي يوصل معاهم لحد مرحله ما قبل كاس الامم الافريقيه، يخلص كاس الامم الافريقيه وتشوفي مدير فني اخر، مدير فني اجنبي يقدر يعيش فتره اعداد جيده مع اللاعبين اللي هيبقوا موجودين. معظم اللاعبين صحيح هيبقوا في كاس افريقيا بس عنده لعيبه كتيره ممكن يعد بيهم في الفتره ديت. صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن لقاء امبارح، لقاء النادي الاهلي قصاد طلائع الجيش، اللقاء اللي شهد تسجيل مروان محسن بعد صيام كبير طبعا عن التهديف لهدفين. شفت اللقاء امبارح ازاي فنيا؟ اهم مكسب اللي انت قلتيه ده انه مروان محسن امبارح، يعني انا كنت سعيد ان مروان يرجع تاني يسجل، مروان من اللعيبه اللي حصل لها ضغط كبير جدا. مش ملاحظ حاجه ان اللعيبه اللي كان في كلام عنهم ان هم قد يرحلوا عن النادي الاهلي، او كان في طبعا اشاعات واجتهادات بتتقال على السوشيال ميديا زي الشيخ زي مروان محسن زي كريم ندفت، صحيح فجاه اتغير حالهم يمكن 180 صحيح. درجه. بصي في ناس انت بتبقى محتاجه تديهم فرصه، وهديكي مثال مهم جدا. في فتره من الفترات الاهلي جاب مجموعه من اللاعبين 12 او 13 لعيب، مشي منهم 11 لعيب، والفتره دي كانت قريبه في عقد المجلس المهندس محمود طاهر، ومشي منهم 12 لعيب وفضل لعيب واحد اللي هو باسم علي. حتى باسم علي لسوء حظه كان عنده اصابات كتير، بس ال 12 لعيب دول انت لو بصيتي عليهم حتى في وسط انديه الدوري المصري هتلاقيهم لعيبه متالقه وكويسه. صحيح. المشكله في ايه؟ انه في بعض اللعيبه بتيجي في ظروف صعبه، يعني كريم نيدفيد مثلا على سبيل المثال لو معاه فرقه زي الفرقه اللي كان فيها بوتريكا ومتعب وبركات وجيلبرتو ربما كان امره هيبقى افضل من كده. في لعيبه ممكن تبقى متوسطه بس لما تلعب مع فرقه كويسه جدا هي اللي تشيله، الفرقه تشيله. لكن دلوقتي الاهلي فعليا محتاج اللعيبه اللي كل لعيب في الملعب يكون بيشيل الفرقه. صحيح. فكريم نيدفيد لما خد فرصه وفي مركزه ادى بشكل كويس، لما لعب حتى رايت باك بس ادى بروح ادى بشكل كويس. احمد الشيخ انا شايف انه من اللعيبه انه ظلم شويه فنيا، ظلم شويه انه كان محتاج فرصه افضل من كده، محتاج ماتشات، وكويس ان الكابتن محمد يوسف انا شفته لحد امبارح بيلعبه 90 دقيقه، فالكابتن محمد يوسف مصمم انه يديله فرصه كامله. مروان محسن ده لعيب بقى سيء الحظ جدا،
مروان من الناس المجتهده جدا جدا، بتلتزم بتعليمات المدرب بشكل كويس جدا. صحيح. ولكن بينسى نفسه. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن التزم بتعليمات المدرب زي ما كان بيعمل معاه كوبر او كابتن حسام البدري في فكره انه تبقى محط، انك تستلم، انك تساعد زمايلك، بس هو ما بيلعبش ابدا دايما وشه للجون. امبارح كان وشه للجون. انت كمان لازم تسجل اهداف. صحيح. بجانب الدور اللي انت بتعمله انك بتساعد زمايلك وبتناحر في الملعب وبتحاول تاخد الكوره، بتحاول تنقل الكوره براسك. وبالمناسبه المحطه اللي بيعملها مروان محمود دي هي محطه عالميه، لو الناس تفتكر ميدو نفسه كان بيعملها في توتنهام مع مارتن يول، كان بيعملها الجيرمان ديفو روبي كين. فدي محطه دي مهمه، بس برضه لازم تلعب للجون، لازم تلعب لنفسك، لازم تسجل هدف. المهاجم لازم يسجل اهداف، وده اللي عمله مروان محسن امبارح. انا شايف انه محتاج يشتغل كتير على الجون مع نفسه، يبقى وشه دايما للجون مش طول الوقت ظهره للجون. طيب برضو لو اتكلمنا عن لقاء امبارح، شفنا اختلاف في الاداء. يعني ما شفناش بس مكسب، شفنا كمان اداء مختلف واداء افضل كمان من المباراه اللي قبليها. شايف يعني ده ايه سببه؟ في كذا سبب. اول سبب انه امبارح بقالنا فتره ما بنلعبش كنادي اهلي، ما بيلعبش برايت باك، بقى في محمد هاني. محمد هاني رجع تاني. ايمن اشرف ادى مباراه محترمه جدا. دفاع الاهلي امبارح لحد كبير كان افضل من المباريات اللي فاتت. سعد سمير مع احمد علي، سعد سمير امبارح كان مميز رغم ان هو بعيد عن المستوى بقاله فتره، لكن سعد سمير امبارح كان مميز جدا. وسط الملعب في وجود عمرو السوليه بيحصل له توازن كبير جدا. عمرو السوليه من ساعه ما رجع من الاصابه وهو بيأدي دور الدفاع وبيدي حريه للمهاجمين بشكل كويس جدا، وبيدي كمان امان لخط الدفاع بشكل متميز جدا. ضيفي على ده بقى ناصر ماهر امبارح كان مميز جدا، سواء لما لعب بلاي ميكر رقم 10 او حتى الشوط الثاني لما لعب ليفت وينج، كان متالق بشكل كبير جدا. انا اظن انه المباراه امبارح فنيا وتكتيكيا كانت مميزه. صحيح الاهلي بعد ما سجل هدفين في دقيقتين هدي رتم الاداء شويه، ولكن فضل الاهلي عنده الثبات الفني سواء الهجومي او الدفاعي عكس بعض المباريات الماضيه. صحيح. ممكن نقول برضو ان العامل النفسي اختلف تماما، يمكن بعد ما خرجنا على طول من دوري ابطال افريقيا او خسرنا المباراه النهائيه، بعد طبعا ما كان عندنا احلام كبيره جدا بالتتويج باللقب التاسع، او بعد كده خرجنا من دور ال 16 في دوري او في البطوله العربيه. صحيح. دخلنا على الدوري العام، اول مباراه لينا للاسف خسرناها قصاد المقاولين العرب. يمكن تدريجيا الحاله النفسيه او لعيبه النادي الاهلي ابتدوا يستعيدوا الحاله النفسيه الطبيعيه ليهم، ويكونوا واثقين اكتر في نفسهم وترجع لهم زي ما بنقول روح الفانيله الحمراء. بصي، في ميزه في الاهلي تاريخيه بصراحه، انه الاهلي من الصعب يخش في دوامات طويله الامد. يعني ممكن تخش في دوامه قصيره الامد، يعني ممكن يخسر ماتش اثنين ثلاثه، ممكن يخرج من بطوله او الثانيه، بس بيرجع يقف ثاني كويس. ده ليه علاقه بايه؟ الهيستوري او بالتاريخ، انه الناس اللعيبه اللي في الملعب او الاجهزه الفنيه او الادارات عارفين قيمه الاسم اللي بيلعبوا ليه. برافو عليك. انه الفكره انه انا واقف على ارض صلبه النادي الاهلي، عندي بطولات وعندي ثوابت وعندي جماهير، وعندي جماهير بتدعم طول الوقت حتى في المراحل الصعبه، هي بتدعمني طول الوقت، فانا ما عنديش مشكله. يعني مش هتلاقي جماهير الاهلي، وانا شفت ده، انا كنت ببقى حاضر بعض مباريات الاهلي الاخيره، بشوف جماهير النادي الاهلي لحد اخر لحظه هي داعمه لفريق الكره بشكل كويس جدا، بتدعم للاعبين، بتدعم الجهاز الفني. ما سمعتش هجوم على اللاعبين، ما سمعتش هجوم على الجهاز الفني، ما سمعتش هجوم على الاداره، رغم انه جماهير الاهلي حتى لما تشوفها على السوشيال ميديا عندها بعض التحفظات، عندها اراء فنيه بتقول انه الامر مختلف، انه اشوف بطريقه معينه اللعيبه بتلعب في مراكز معينه، اشوف اجهزه فنيه مختلفه. كل الكلام ده ممكن ياثر في اي جماهير، ولكن جماهير النادي الاهلي كانت طول الوقت داعمه للفريق في اصعب مرحله ممكنه، هي المرحله اللي انت ذكرتيها بخروج بطوله افريقيه وبطوله عربيه وخساره في الدوري. انت كنت بعيده عن المنافسه شويه عشان المؤجلات، دلوقتي الاهلي خلاص داخل المنافسه، بيقترب من القمه تاني، بيقترب من الصداره المفضله بالنسبه له. ربما الفتره اللي جايه يحصل نوع من الاستقرار الفني اكتر لما نعرف اسم المدير الفني. صحيح. طيب خلينا دلوقتي نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، حيث بيقام دلوقتي الاجتماع الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد هيصدر عن قرارات هامه. مساء الخير عليك يا كريم. كريم، عايز اعرف منك كل الجديد واللي حصل النهارده في الاجتماع. اهلا بيك يا شيما، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اكيد طبعا يوم هام جدا بالنسبه للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ابدا قبل ما اكلمك طبعا على مجلس الاداره النهارده، اللي اكيد الاجتماع الهام جدا وهيكون قرارات مهمه جدا. يمكن على طاوله النهارده مجلس الاداره، المدير الفني لفريق النادي الاهلي، الهيكله طبعا الخاصه بقطاع كره القدم، لجنه التعاقدات، ايضا كمان امور انشائيه خاصه بثلاث فروع، كمان يمكن امور عديده جدا النهارده كانت
في اليوم الخاص بمجلس إدارة النادي الأهلي. لو ببدأ معاك من البداية، النهاردة صباح اليوم كانت في زيارة هامة جدا للوفد الصيني اللي كان رفيع المستوى طبعا وكان على أعلى مستوى، شركات كثيرة جدا وشركات ذو أهمية كبيرة جدا في الصين، وأيضا كمان ممثلي الحكومة الصينية، كان أحد ممثلي الحكومة الصينية كان متواجد في زيارة اليوم اللي كانت زيارة مثمرة جدا للنادي الأهلي. كان متواجد المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالنادي الأهلي بالجزيرة، طبعا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي. كانت جولة هامة جدا، الناس يمكن خدت جولة تفقدية داخل النادي الأهلي الجزيرة، راحوا الصالة المغطاة، حمام السباحة، يمكن انبهروا بشكل كبير جدا على كل الإنشاءات الخاصة بالنادي الأهلي. كمان الأمور تطرقت إلى الحلم اللي بينتظره طبعا كل جمهور النادي الأهلي وهو استاد النادي الأهلي. الزيارة اكتملت إلى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، توجهوا مباشرة إلى المنطقة الكبيرة جدا اللي يمكن إن شاء الله بإذن الله تكون حلم جمهور النادي الأهلي هو استاد النادي الأهلي. وصلوا كمان يمكن لحتة عميقة جدا في الصحراء اللي متواجدة طبعا أنت عارف يا شيما، يمكن مساحة كبيرة جدا في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد. بنتمنى طبعا بإذن الله كل الأمور النهاردة اللي كانت بتناقش مع الوفد الصيني مع المهندس محمد سراج، الناس يمكن قالت إن إحنا لابد نكون مستثمرين في النادي الأهلي الأكبر تسويقيا والأكبر عالميا، وحاجات كثيرة جدا الناس يمكن بتشيد بالنادي الأهلي وبتشيد بكل ما هو جديد في النادي الأهلي. الناس اتكلمت قالت إن النادي يكون ليه أكثر من فرع، ده حاجة مهمة جدا ويلود فعلا النادي الأهلي هو نادي القرن. لو برجع معاكي لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم، وصل بالفعل جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الجميع متواجد برئاسة الكابتن محمود الخطيب اللي بنقول له الحمد لله على السلامة. النهاردة يمكن يكون أول اجتماع بعد طبعا عودته من رحلة العياج. النهاردة يمكن شايفين الكابتن محمود الخطيب بيمشي بشكل كويس جدا النهاردة، يمكن الحمد لله الصورة طبعا بعد أول يوم الناس يمكن كانت قلقانة شوية على كابتن محمود الخطيب، لكن النهاردة الحمد لله شايفينه النهارده ممكن يعني بيسترد كده صحته بشكل كبير ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي خلال الفتره القادمه يتطلب مجهود كبير جدا من مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره. بعد الوصول يمكن زي ما بقول لك طبعا الجميع متواجد في مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد، النهارده يكون اجتماع مهم ومثمر زي ما بقول لك، النهارده يكون في قرارات منتظرها كل جمهور النادي الاهلي اعضاء النادي الاهلي، في حاجات كثيره جدا النهارده ستناقش على مائده مجلس اداره النادي الاهلي. الاجتماع اكيد هيكون مستمر شويه شيء، ممكن الاجتماع بدأ الساعة 5 لكن من المتوقع ان الاجتماع يصل الى الساعة 10 والساعة 11، لان طبعا ملفات عديدة جدا ومهمة جدا لابد يكون فيها تأني كبير جدا واختيار ان شاء الله يكون الامثل لفريق النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. وكالعادة يا شيما ان شاء الله نكون مستمرين معاكم لحظة بلحظة ننقل كل ما هو جديد داخل مجلس ادارة النادي الاهلي، واكيد باذن الله عقب الاجتماع يكون معنا قرارات مجلس ادارة النادي الاهلي مع المتحدث الاعلامي لمجلس الادارة الدكتور شريف فؤاد. برجع لك يا شيما ولو في استفسار انا معاكي. ليك زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي متواجد دلوقتي في النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد زي ما قال لكم، لسه طبعا الاجتماع قائم حتى الان ولسه ما انتهاش، وبعد ما ينتهي ان شاء الله كل القرارات اللي هتتاخد في الاجتماع هتكون معاكم على شاشه قناه النادي الاهلي. انا كان نفسي بصراحه كريم يقول لي اسم المدير الفني القادم. ما لسه طبعا زي ما بقول لك انا باكد لك والله انه ما فيش حد يعرف اسم المدير الفني القادم للنادي الاهلي غير الناس اللي داخله في مجلس اداره النادي الاهلي دلوقتي، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب، دول بس اللي يعرفوا اسم المدير الفني لو فعلا حدد، يعني ربما ما يعلنوش النهارده ولكن لو حدد فمحدش يعرف الاسم غير مجلس اداره النادي الاهلي، ودي ميزه بصراحه، دي ميزه تاريخيه في النادي الاهلي انه صحيح. ممكن تتقل معلومات كتير في الصحافه والاعلام من الجمهور ان هم يعرفوا مين هو المدير الفني القادم، او يمكن الجمهور دلوقتي هادي شويه بسبب طبعا ان كان في كذا فوز ورا بعض، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكمل في المباريات بالفوز طبعا ان شاء الله باذن الله ويتقدم في مراكز الترتيب وفي الدوري المصري ممتاز. طبيعي يبقى في ضغط، طبيعي الناس تبقى مستنيه مدير فني واسم كبير ويبقى عارفينه واسم فني يطمنوا فيها على مستقبل النادي. صحيح. فكره المدير الفني المؤقت هي حاجه تقلق دايما جماهير النادي الاهلي او تقلق اي جمهور كوره بالنسبه لفريقها. اعتقد اسم المدير الفني النهارده هو من اكثر الحاجات اللي مستنيها جماهير النادي الاهلي من مجلس الاداره في اجتماعه اليوم. لازم او تصوري الشخصي انه لازم يتقال اسم المدير الفني او على الاقل يتقال وقت معين، مثلا ممكن النهارده مجلس الاداره ما يكونش اتفق مع مدير فني. صحيح. وارد بس يتقال يا جماعه احنا يوم الاربعاء الجاي يوم الاربعاء الجاي مثلا مثلا حدد لي الاسبوع القادم يوم 10 مثلا يوم 20 هقول لكم حدد لي فانا ابقى مستني معاك، لكن فكره انه النهارده يبقى الاجتماع خلص بدون اي حاجه عن المدير الفني الجديد ممكن ده يقلق جماهير النادي الاهلي زياده. صحيح. طيب كريم نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده كلامنا مع استاذ كريم عن النادي الاهلي وعن المدير الفني القادم وعن طبعا صفقات النادي الاهلي الشتويه القادمه. فاصل ونرجع لكم على طول.
رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم كلامنا مع استاذ كريم رمزي. كنا بنتكلم طبعا عن اكتر الحاجات اللي بتقلق جمهور النادي الاهلي او اللي شغله بال جمهور النادي الاهلي في الوقت الحالي، اكيد المدير الفني والاعلان عن اسمه، واكيد طبعا الصفقات الشتويه. بالتاكيد. طيب اتكلمنا عن المدير الفني والاعلان عن اسمه، وقلت لي ان انت بتفضل ان اداره النادي الاهلي تطلع حتى تقول يوم 20 هنقول لكم هو مين. الجمهور محتاج ان هو يطمن صح مين اللي هيكون المدير الفني القادم او مين هيكون خليفه باتريس كارتيرون، ولو اني شايفه ان في مسكنات طول ما الاهلي بيكسب. بس ما مسكنات، هي مسكنات يعني انت، احنا لسه ما عالجناش ومش حل. احنا ما عالجناش المسكنات دي، معناها انه في اي لحظه ممكن الاهلي يتقلم تاني ويبقى عنده مشكله. انت عندك كمان مشكله اهم، او مش مشكله، اللي انت لسه قايلها دلوقتي، انه صحيح المدير الفني اسمه مهم جدا، بس السكواد بتاع الاهلي مهم اكتر. صحيح. انه لازم يبقى عنده القايمه او اللعيبه اللي يشتغل بيها، لو ما عندوش عناصر جيده او كواليتي من اللعيبه معينه هيبقى عنده مشكله مهما كان اسم المدرب اللي جاي. ممكن صحيح. يبقى اسم كبير وعظيم جدا، بس يجي ما يلاقيش كواليتي لعيبه معينه فما يعرفش يشتغل. فبعد كده يبقى عندنا مشكله. فالاهلي لازم يمشي في اتجاهين مع بعض. صحيح. الاتجاه الاول اسم المدير الفني واللي يكون اسم كبير، والصفقات السوبر، الصفقات المهمه، محمد محمود ووحيد. محمد محمود هايل. محمد محمود بروميسنج جدا ولعيب مهم جدا في مركزه، لاعب رقم 10 وبيعرف يلعب كمان تحت كادفندر بعض الاحيان. شفناه في دجله بيعمل ده، بس مع مدرب دجله الامر مختلف شويه عشان افكاره مختلفه شويه، ولكن هو بلاي ميكر شاطر جدا، بلاي ميكر مميز جدا. وبعدين عنده ميزه، هو يبان ان هو لعيب ضعيف او جسمانيا مش قوي، ولكن هو قوي جدا في الالتحامات. لعيب بيعرف ازاي يتدخل في الكور بشكل كويس. صحيح. بيعرف ازاي ياخد يتمركز بشكل كويس. كان بيعمل عبد الله سعيد وقتها لما كان بيلعب في الاهلي وكان مميز فيها. محمد محمود عنده الامر ده، عنده الشكل ده، اللعيب اللي بيعرف ازاي يخطف المدافعين ويخطف لعيبه الوسط، ويعرف ازاي ياخد الكره في مساحات معينه ويعرف يمررها كمان بشكل مميز جدا. فانا شايف ان محمد محمود واحد من اهم اللعيبه اللي ليها مستقبل كبير سواء في النادي الاهلي او مع منتخب مصر. شايفها صفقه ممكن يتقال عليها بالمسمى الاعلامي صفقه سوبر. بالتاكيد. وحيد محمود، وحيد مستو انه الاهلي محتاج ليفت باك. بعد واضح جدا ان الاهلي دلوقتي ما بيعتمدش غير على علي معلول او ايمن اشرف. صحيح. كمان ايمن اشرف في اوقات كتير الاهلي بيحتاجه كمدافع، عشان اوريدي الاهلي عنده مشاكل في خط الدفاع، عنده عناصر مش موجوده او العناصر قليله في خط الدفاع، اصابات كتير جدا. بالتاكيد. وهي اهتزاز بعض مستوى اللعيبه في احيان اخرى عشان يبقى امنه يعني. مش بس الاصابات، مركز الاثنين المدافعين او مركز المساكين على الاهلي عنده فيه مشاكل. محمود وحيد هيدي مساحه ان ايمن اشرف يرجع لمركز المساك في بعض الاوقات ويبقى بديل جيد لعلي معلول. اعتقد الاهلي كمان محتاج لمدافع الفتره اللي جايه، محتاج يتعاقد مع مدافع بشكل قوي جدا، ومحتاج يتعاقد مع لعيب وينجر، رايت وينج او ليفت وينج. دي مهمه جدا انه الاهلي محتاج لعيب ده، وربما يكون افريقي يعني. ما اعرفش ان الاهلي بيفكر، تصوري ان الاهلي بيفكر في لاعب افريقي في المركز ده. لو الاهلي عمل دوت ممكن ساعتها يستغنى عن كولوبالي، لو الجهاز الفني قرر الامر ده عشان يسيب مساحه للاعب اجنبي. لازم يجيب لعيب في الاجنبي يبقى مميز جدا من الناحيه الافريقيه. طب لو سالتك انت يعني بعينك، شايف مين الافضل او مين الانسب في الدوري المصري في المركز ده ممكن النادي الاهلي يستعين بيه؟ حاليا ما اظنش انه في لعيب في الدوري المصري متاح للاهلي في المركز ده. متاح. صحيح. متاح دي معناها انه ممكن يبقى في لعيبه جيدين ولكن متاحين في سوق الانتقالات. لا، ما عندوش لعيب في يناير تحديدا. يناير صعب، خدي بالك من نقطه، انه يناير في اي نادي في العالم صعب يشتري لعيبه في يناير بالشكل اللي هو عايزه، عشان كل لعيب كل فريق بيبقى متمسك باللعيبه بتاعته لنهايه الموسم على الاقل. لنهايه الموسم على الاقل. فاليناير هيبقى الاهلي محتاج يطلع بره في افريقيا. يعني لو طلع بره في افريقيا ودور كويس، وانا اظن انه الاهلي بيشتغل على الامر ده يعني. او الناس القائمين على التعاقدات في النادي الاهلي بيشتغلوا على الامر ده كويس، انه يدور على لعيبه في افريقيا اكتر منها لعيبه محليه، عشان اللعيبه المحليه هي اما من الاثنين، يا اما غير متاحه لفتره الانتقالات، يا اما الاسعار بقت مبالغ فيها في كثير من الاحيان. طيب لو سالتك كمان عن اللاعب الفلسطيني، النهارده كان اول تواجد ليه او اول ظهور ليه مع النادي الاهلي في مباراه وديه. النهارده كان في مباراه مع نجوم استادات فاس فيها النادي الاهلي بسبع اهداف نظيفه، وظهر النهارده اللاعب لاول مره بتيشرت النادي الاهلي في مباراه حتى لو كانت وديه. والكلام اللي سمعناه بحسب طبعا المصادر اللي جات لنا او بحسب طبعا مراسلنا هناك الحضر اللقاء، قال ان اللاعب كان تعبيره اللاعب ابهر كل الناس اللي موجوده في الاستاد طبعا، او على استاد تيتش طبعا، لاعب اسمه محمد السلم. طيب
اشوفه يعني. انا بصراحه ما شفتوش انا ما يعني النهارده لازم تتفرج على اللقاء. هتفرج عليه النهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل هتذاع المباراه على قناه النادي الاهلي. هايل، نتفرج عليه كلنا ونقدر نحكم عليه. انا ما شفتوش قبل كده، ما اعرفش عنه حاجه قبل كده اكتر من الكلام اللي بيتبعت لنا عنه اكيد وكلاء اللاعبين او الناس اللي رشحوه النادي الاهلي، فرجوا الجهاز الفني للنادي الاهلي على سيديهات ليه وشافوا ازاي هو مميز فنيا. انا ما شفتهاش بصراحه، ما طلعتش عليها. فاحنا الفيصل بيننا وبينه ان احنا نشوف في الملعب هل هو مميز فعليا ولا هو مجرد لعيب مهاري. خد بالك انه لعيب مهاري ده مش معناه ان هو فنيا هيبقى كويس. صحيح. في الملعب ممكن يبقى مهاري بس لكن فنيا مش لاعب يصلح النادي الاهلي، ممكن يبقى لعيب عظيم. دي كلها اسئله اجابتها هتبقى لما نشوف اللاعب النهارده الساعه 12 بالليل. هل تتوقع ان يكون في لاعب من السوق المصري او لاعب محلي جديد ينضم لقائمه اللعيبه في يناير القادم؟ يعني ما اظنش، يعني ما جاش في دماغي اسم لعيب دلوقتي ممكن يكون متاح محليا للنادي الاهلي، رغم اسماء كتيره طبعا بتتقال في الصحافه والاعلام، ولكن انا اظن انه الاهلي في اللحظه دي اللعيبه المصريه هيتوقف عنها. محمد محمود، محمود وحيد، اثنين لعيبه مميزين جدا. لو قدر يجيب لاعب افريقي كمان في الناحيه الهجوميه هيبقى شيء محمود وشيء جيد جدا. ده الفتره الجايه الاهلي لازم يتعمل عليه او يشتغل عليه، ما يتشتتش في فكره اللعيبه المحليه. بس هتلاقي الجمهور طلع وقال هم دول الصفقتين اللي حصلوا ما فيش غير كده. والله انا شايف انه لو الاهلي عمل 3 أو 4 صفقات مع اللعيبه، شوف انت من شويه كنت قلتي لي حاجه مهمه قوي انه احمد الشيخ دخل تاني. صحيح. فانا بعتبرها صفقه جديده انه احمد الشيخ ما كانش موجود. صالح جمعه، صالح جمعه اتمنى انه يرجع صالح جمعه زي ما احنا متخيلين، اللعيب المميز الجيد مركز في الملعب زي ما وعد. يا رب يكون موجود، يبقى صفقه جديده. كريم نيدفيد كان بعيد تماما عن المستوى، كان بعيد تماما عن كمان ثقه جميع النادي الاهلي. دلوقتي بقى عنده ثقه جميع النادي الاهلي، فالاهلي كسب لعيب كمان في وسط الملعب، والاهلي كان محتاج لعيبه في وسط الملعب. مروان محسن لو ان شاء الله فضل بنفس المستوى او بنفس المعدل التهديفي فالاهلي كمان هيكسب مهاجم كمان. انا اظن انه لا، الاهلي مش محتاج اكتر من 3 صفقات على الاقل في يناير. في يناير عشان تبداي تاخدي اللعيبه سيلكتد او لعيبه مميزه فعليا، فتجيبي 3 صفقات وتعملي بلان لاخر الموسم. اخر الموسم ده تجيبي بقى فيه 6 7 8 لعيبه حسب ما انت شايفه انك هتبني الفرقه ازاي الفتره اللي جايه. صحيح. بشكرك جدا استاذ كريم رمزي مدير تحرير موقع يلا كوره. نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شرفت يا شيماء، استمتعنا بوجودك معانا. انا استمتعت اكتر، اشكرك يا شيماء. شكرا ليك. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعه، اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.